مرحبا، أنا سلوى مديرة المكتب الإعلامي الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود في بيروت. العالم كله يتحدث عن لقاح كوفيد-19، وأسئلة كثيرة تدور في بال الناس عن الشروط للحصول على اللقاح، وهل سيكون متوفراً للجميع؟ لنعدد معاً 6 توصيات للحصول على لقاح كوفيد-19 بشكل عادل. هل تعلم أن الحكومات والمؤسسات الخيرية تستثمر المليارات في الأبحاث لتطوير لقاحات كوفيد-19، وأن الأموال العامة تمنح لشركات الأدوية من دون قيود أو شروط؟ ولكن للمنفعة العامة يجب ربط هذا الاستثمار بشروط تفيد كل الناس، لا أن تكون هذه اللقاحات في أيدي عدد قليل من الشركات. لضمان وصول الأشخاص إلى هذه اللقاحات، يجب على الحكومات والمؤسسات مطالبة شركات الأدوية بالالتزام ببيع أي لقاحات محتملة لكوفيد-19 في المستقبل بسعر التكلفة. لا يمكن أن يصبح هذا الوباء سباقاً للربح على حساب ملايين الأرواح. يجب على كل من يساهم في البحث والتطوير وإنتاج هذه اللقاحات أن يطالب شركات الأدوية بالشفافية بشأن إنفاقها، خصوصاً وأن هذه الأموال تدفع من ضرائب الناس. ماذا تعني الشفافية؟ هي الأسعار المنخفضة، مشاركة التكنولوجيا، ومشاركة المجتمع المدني. من الضروري مشاركة التقنيات من خلال التراخيص المفتوحة والعالمية. إذا استمرينا بمنطق الحصرية، سيتحكم عدد قليل من الشركات في هذه التقنيات الأساسية، ما يعني بروز خطر كبير يتمثل في إنتاج عدد قليل جداً من اللقاحات. لا يجب أن يكون توزيع اللقاحات مقيداً بمصالح اقتصادية أو سياسية. لذلك تم إنشاء صندوق عالمي يسمى كوفاكس لشراء وتوزيع لقاحات كوفيد-19 المستقبلية، ما يضمن وصول اللقاحات إلى جميع البلدان بما في ذلك أفقرها. ومن الضروري أيضاً أن يأخذ كوفاكس في الاعتبار أصوات البلدان النامية في جميع قراراته. لا يمكن التعامل مع لقاحات كوفيد-19 كسلعة، ولا يمكن أن تخضع للاحتكارات الناشئة عن براءات الاختراع وأشكال أخرى من حقوق الملكية الفكرية. الآن أكثر من أي وقت مضى نحتاج إلى التأكيد على أن صحتنا ليست سلعة، ومعرفتنا العلمية الجماعية ليست ملكية خاصة.